انتم حيثما جدتم اسلمتم معنا قربنا ان شاء الله راكم تتابعونا منذ بدايه شهر رمضان مع السلسله والمغامرات الخاصه بالفوز والانهزامات والانهزامات والفوز، وعشنا مغامره هائله مع الثنائي تاع محمد بونوغاز، وعشنا ايضا مغامره هائله خاصه بالفريق تاع صديقنا جمال دا اللي على غير المتوقع بتاتا انكرويا ميفري الفريق اللي يقدر يهزم الفريق تاع جمال دا اللي بعد سته، هم حكوا لي لابورت قال لك سته ولا سبعه، اللي هو تصفيقه كبيره على امين والياس. هذا الشاب هما حاضرين امس اللي فازوا عليهم، واليوم نستقبلوا فريق جديد، فريق متكون انا معاه بالاناقه والرشاقه، واحد جانا بوني بوب، واحده جاتنا بحطاله كما لازم الحال الاخت بندقه. مساء الخير ممثله، مساء الخير، صحه رمضانك، كل عام انت بخير ان شاء الله، مرحبا بك في ريسا مايونيز. مساء الخير خويا سفيان، مساء الخير للجمهور الحاضر معنا، يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. سي موا اللي ما عرفهاش انا كلها كتشاركت كثير يعني في المسلسلات عندها وفي المسلسل خاصة تاع يما. يما لعبتي البيرسوناج، سمعتي البيرسوناج تاع في يما سيتي كوا؟ ماشي غير في يما، في العديد من المسلسلات، في مسلسل يما وي كان عندي دور لا سكرتير تاع بسيكولوج. تري بيان، والعديد من المسلسلات نديروا لا بتيت برومو تاع فوالا بيبان دزاير، المر والصبار، اخطف 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 يا جماعه فوالا اللي راح يعرض هذا رمضان اكاديمي شو مثلا مثلا اخطف يا جماعه اخطف اكتب نوطي ونوطي والعديد من الرمضات الاشهاريه. مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بك. مرحبا بك. وامام نعم انعم من الغناء الى النضال الى التمثيل الى الديجيتال والى الان الميتي اللي هو بالك يخرج عليه ان شاء الله، يحب يقول هو تقديم البرامج تصفيقه كما لازم حال صديقنا كريم الكانك. على سلامتك معنا في الميسيون تاعنا تاع ريسا المايونيز، راهو دوك حاليا راهو يدير حصه واش عندو اجتماعيه؟ نو تقديم مليحه. نو تجربه اجتماعيه ف اسمها طريق الخير، وين تلاقاو بناس نوروا الكوتي بوزيتيف تاع المجتمع الجزائري وان شاء الله تعجب. انت لو كان ما بعدش يعني حاب يقول كان في الراب كان عنده كاسكيطه، دوكا راح التجربه الاجتماعيه دار البوب، يعني شكون قاعد هنا البوب وكي دي كيسي درت لحيه. درت لحيه بيان سير مليح، كان شفتها معك شاك داير اللحيه دوكا. لا درت لحيه لحيه. مرحبا بك. أيوة. مرحبا بك. اليوم لابارتي تاعنا اليوم راح تكون ان شاء الله شيقه، ليميسيون ماشي ولا تندار يا درا شكون يقدر يربح دوكا ليكيب تاع امين والياس اللي راهم بقوه اليوم. الاخ الياس اللي جانا بقميص تاع فريق النصريه اونفان، خير ما تكون عندك النصريه والميول للمولوديه واحد ما تديرهاش. لا احنا ملاح اخويا لازم نحييو ثاني الشيخ اللي الامس كان عنده هكذا امين كان عنده اون غروند فورس ولا قلنا اون غروند بار في لا فيكتوار تاعكم تاع البارح. نعجبكم كي عندكم الروح الرياضيه. نستقبلوا لي كونديدا تاعنا. هيا بعد لي كونديدا. لي كونديدا تاعنا الله اليوم شعارنا راني لابس بالطو راني لابس بيستا ما فيش واش صرالكم يا اخي رانا متاكدين بلي في انا مارس افريل داخلين ما نعرف كاين عاصفه برا ولا شكيت معليش انت اخت ريم ريم قالمي انا عمي 27 نعم الله يبارك تكنيسيان سوبيريور اون ريسورس هيومان انا عمي يا جماعه مليحه لاباس صبا ساعد كريم صبا دي لاباس صديقي مرحبا يا سيدي احمد جي ان كادر كوميرسيال دون اون سوسيتي بريفي كادر كوميرسيال سي سوبيريور قدامي كل شيء كادر كوميرسيال كادر كوميرسيال يمكن هذا دوسي سي سبونسورينغ انت لازم تخمم شكون يعاونك يا صديقي مش ممكن سبونسورينغ شكون يعاونك دوك نطلب منكم يا سيدي تعطونا دوك اللعبه تاعنا المفضله اعطونا دوك شحال امين 15 سنتيمتر هيا دير شوف 15 سنتيمتر 15 سنتيمتر احكي مالك 15 سنتيمتر هذا هو 17 16 هذا راهو صحيت لي يا سراب 18 الاقرب هذه فريز الاقرب اي في ال 14 مليحه هي الاقرب لا بون ريبونس عندها اللي تختاري تلعبي مايونيز ولا الهريسه تخير مايونيز ابعد المايونيز منا وصديق الباطو راح لعب الهريسه منا وحنا نبداو مباشره قبل بدايه السؤال بي واش جنقلها سيريوز يا جماعه نبداو اول مرحله سلطة عامه راكو واجدين امور بيان لاباس كريم امور بيان تعبت اليوم مين ربحهم اليوم جايب انا حاس بلي صديقي كريم ما نبيش علاش قاعد ظابط في روحك ما بيش مركز مركز بيت نريفيزي الكتابات صحيح صحيح هذه خير مستقبل هذه خير هذه خير هذه خير
سلطة عامة تلت أسئلة تروح منا، تلت أسئلة تروح منا، نبداو مع المايونيز باسكو ياخذ لا ما، تلت أسئلة تاع ثقافة عامة لازم تبوزي قبل ما تعطونا الجواب، وإنما ليكيب لي أدفيرس ما كلا تلعب داكور، والنقاط إذا كان إجابة خطأ ما تروحش منا. في المرحلة الأولى برك وافقت. في 2002 في البطولة الملغاشية عرفت إحدى الجولات وفي إحدى اللقاءات نتيجة تاريخية اللي هي تسجيل 149 هدف. صح علاه 149 هدف هما أهداف تم إلغائهم، كيفاش تفسرهم؟ 149 هدف تم تسجيلهم في 10 دقائق الأخيرة، 149 هدف ضد مرماهم، 149 هدف في الوقت بدل الضائع. الميزة تاع النتيجة التاريخية، الميزة تاع النتيجة التاريخية. بوزي أيوا عطيني الجواب. الوقت الضائع في الوقت البدل ضائع، تتفيه ميزك انت سجلوا 149 هدف في وقت بدل ضد مرماهم، ضد مرماهم، ضد مرماهم، ضد مرماهم، ضد مرماهم. سيتا ريزيطا استوريك داروها ضد مرماهم، داروها سكارا امين. وعلى ما فهمت السؤال قلت لك نقراو السؤال يا اخي تشوف كيف تزربش ما تزربش معليش معليش ما زرب امين زربت زربت انا خاسرين هايا انا خاسرين انا خاسرين داو مدينا اخويا ماكش خاسر خويا ماكش خاسر وين ما تحسبش هذه باقي ماركي هما شو كريم نعرفو انا وباتي راجل يعني متضامن مع الفريق تسجل ضد مرمى في الاجابه 149 داروها مكره باسكو هما كانوا عندهم اون غراف داروها كونتر لي جوستومون لي ديسيزيون داربيتر تسمى دير سونتر دار غارديان مارك واحد ما يسالهم فوالا هذه سكار فوالا. سؤال ثاني، واش هو لو شيس بوكسينغ؟ الظاهر انها رياضه بصح واش من رياضه؟ رياضه ممارسه الملاكمه بالكراسة، رياضه ممارسه الملاكمه بالشيز، رياضه ممارسه الملاكمه بالشطرنج، رياضة ممارسة الملاكمة بالحطب. جاوب. ممارسة الملاكمة بشيز. شيز أنا ما زيد لي واحدة. شطرنج. ليا طون زون طون عاود يدير بوكس عاود يولي يلعب ام تي جو عاود يولي يدير بوكس عاود يجي شوز. دوك لحد الآن مازال ماكش خاسر بصح مازال ما سجلتش. واش هو يقول الأخ أمين؟ راك تسرعت ثاني. أه كولو كولو ماكلة. والله غير العظيم غير. سؤال ثالث. زعما ماركيتو والو في هاد لا بروميير بارتي على العكس الامس وين جوستومون في لا بروميير بارتي ماركيتو دو بون بوين ساعدوكم شحال لازم لنا من وقت باش نمشيو في كامل الحيط تاع لا ميغاي دو شين شحال لازم لنا وقت شحال لازمك 9 ايام 18 يوم 18 شهر ولا 18 سنه ابي 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 دير كامل لا ميغاي دي يدير الاف الكيلومترات الاف تاع الكيلومترات 18 يوم 18 يوم الله يبارك 18 يوم شي لاف 18 يوم نظن بلي سي تي جي في لا بون ريبونس يا جماعه انا عمال تي لا بون ريبونس يا خويا لا برو تكون ناجحين يا خو ستار بكم كي تبعوني هكذا وتعاونوا اخوكم انا ملاح ملاح لا بون عندنا نقطه واحده من بين ثلاثه. سؤال ثاني سؤال دوكا الاول بالنسبه ليكيب تاع ماي هريسه نبداو جزر تبعني مليح قصني بالبالطو هذاك تقول حاك بولي كوميسار تاع لابوليس صدقني غير راني حاس روحي موين يا جماعه. جزر تريستان داكونيا المتواجدين هاد لي زيل في المحيط الاطلنطي الميزه تاعهم ان الميزه تاع الجزر انا راهم بعاد على اي مكان سكني في ميسكم شحال هو ابعد نقطه يسكنوا فيها عباد من ذوك الجزر 2.3 كيلومتر 23 كيلومتر 243 كيلومتر ولا 2434 كيلومتر اقرب مكان وين فيه الناس يسكنوا فيه ولا 2000 بوزيو 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 الجواب 2434 سيتي لا بون ريبونس يا جماعه اقرب مكان يسكنوا فيه بالنسبه للجزر هذا تريستان داكونيا ايماجيني انت تكون داخل الدار جوستومون نسيت خبزه 2434 ما شفتش الجبر فوالا دونك هنا حبي يقول هادو الناس عايشين تري زيزولي تري زيزولي. الفيلم افنجرز اند جيم هو الفيلم
ولا الانتاج السينمائي صاحب اكبر ايرادات لحد الان. دراهم شحال؟ 2.7 مليون دولار، مالاش بعد على المبالغ اللي داتهم يما بيان سور، 27 مليون دولار، 270 مليون دولار، 2. مليار دولار. دولار هذا ما اللي فين دخلوا دراهم بزاف جو بونس روحوا لي مليار. اجابه بس اجابه ولا 270 مليون اجابه. راك راني ناس ملاح لازم كي خلص التوقيت بوزي وادي نسكت هذا لا بحال انا مشكل على بالك انا نتشاور بالقانون. لا 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 نطولوا بزاف انا ناس ملاح لا حنا شغل انا ساكتين بالك معليش هذا بدينا هذه الاجابه اجابه بون 270 مليون 270 مليون مليون اجابه خاطئه 2.7 مليون دولار يا سي محمد الزافنجرز. السؤال السادس والثالث بالنسبه ليكيب تاعكم انتوما نعاود نرجع الكورونا شحال لازم لجنه اللي حبت اناناس من وقت باش تكبر من بدره وتعاود تولي حبه اناناس كيما يقول لك بيان مور طازجه لازم لها عامين لازم لها شهرين قيس زوج تاع ليكان لازم لها 15 يوم قيس فيزا شنغن لازم لها يومين قسمة تروح لكوالالمبور. سؤال جواب كريم تفضل. نقولوا شهرين. شهرين قيس زوج تاع لاكان تصور بلي حبه واحده برك حبيبي لازم لها عامين. عامين يا زلمه لاك تاكل حبه تاع لاكان. نعم على المعلومه يعطيك صح ما كنتش نعرفها. عامين انا سلطه عامه بديرها لحد الان سلطه عامه تاعنا اليوم راهي شحال؟ ان وجقل يا شيخ خبات. نهاية المرحلة الأولى تاع السلطة عامة بالتعادل نقطة مقابل نقطة ويحب يقول مع الفريقين تاع الهريسة والمايونيز إن شاء الله راكم تتابعونا بزاف يومين على قناة الحياة شي إنسان ما يغلطش دي الدنيا باسكو ما جاياش حتى هي تكون هنا تقدم في قناه وتجيك مثلا اسم ما جاياش هذه سي لا بيتيز انكرويابل ما تقدرش تصرا الحمد لله والحمد لله انسان يتفادى هذا الامر يعني الحمد لله جامي صرات له الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شربه بريك تاعنا اليوم المرحله الثانيه شربه بريك تاعنا واسمها ولا العنوان تاعها ضال الفشوش جمعي فاميلي ولا في زوج دونك حنا نعرضوا عليكم دي سيتياسيون هذه جميع فاميلي هذه ضال فشوش ولا ديفوا تقدر تكون في زوج شربه بريك ضال فشوش ولا في زوج شكون اللي بقى من كاستينج جمعي فاميلي راه في كاستينج ضال فشوش رقم 2 بجينا رقم 2 الاجابه لازم تكون مباشره سي با لابان عثمان بن داود بارك الله فيك دونك راحت فوريا شربة بريك دار الفشوش جمعي فاميلي ولا في زوج حيثية القصة تدور في منزل عائلي رقم 2 جاوب في زوج في زوج في زوج في زوج في زوج سي اون بون ريبونس يا جماعة في زوج سي اون بون ريبونس مونجي يخدم تبعوني معاه وانا نعبص تبع معاه ضل شربة بريك ضل فشوش ولا جمعي فاميلي حيثية القصة مرتكزة على مغامرة لعائلة جزائرية جمعي فاميلي جمعي فاميلي أعطيني بوه هنا لهذه سماية زوج حيثية القصة في زوج مرتكزة على مغامرة لعائلة جزائرية في زوج في زوج في زوج مش غير جمعي وعلى الاخرين عائلة قورية برفين شوية ماشي جنسية ولا بدلتهم اخرين برجوازية باك برجوازية باك ماشي معنا شربة بريك لا انا حاب يديكم وطويب بليز كل واحد يروح لبلاصتو بليز بليز فوالا كيما حنا ضل الفشوش فوالا شربة بريك شربة بريك ضل الفشوش جمعي فاميلي ولا في زوج اسمع مليح سؤال العائلة متكونة من الأب والأم وأربع أطفال في زوج ضل الفشوش حسب شحال عندهم دراري وجمعي فاميلي حسب شحال عندهم دراري غادي نصدقوا عليهم ماني ما نعبطش من نقطه واحده اخرى زيد سي بون صح شربه بريك ضل الفشوش جمعي فاميلي ولا في زوج عائله عندهم شيف كويزيني طيب في الدار ضل الفشوش ضل الفشوش سي اون بون ريبونس سي اون بون ريبونس سي اون بون ريبونس انا ملحق تعبص ضل الفشوش شربه بريك ولا في زوج سؤال مليح هذا الأب عنده
اوتوماتيك بما انه ما كملناش السؤال تروح مباشره النقطه للمايونيز. الاب عنده مهنه حره، الجواب هو عنده مهنة حرة، الجواب هو في زوج. دخل تاكسية حرة ودخل عمدة فير حرة في زوج. أنا مزيجة الصدقة. شكرا لكم، تابعني وجنقلا. أربعة 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 بالنسبة للمواصلة تاع المشوار تاعنا تاع الهادي صامونوس. نعاود نرجع برك الكونتر كيما لازم الحال. أنا عماه حاجه ما تفصلت يا جماعه والو، رانا قاعدين في المكان تاعنا. نروحوا دوكا لمرحله الطواجن، واليوم شيف كويزيني تاعنا حضر لكم ثلاث طواجن. طاجين استاذ التاريخ يواتي على كريم كوم يابا، على بالي صديقي كان يطير في التاريخ بكري. طاجين في شهر اوت واش يقدر يصرى لك؟ هذا الطاجين يواتي الياس، خاطر على بالي بلي عنده مشكل مع شهر اوت. صح الله. والطاجين افلام مصريه. ايواتي ولا نسكت خير؟ نسكت خير. خيرونا راكو كات كات دونك حريه تاع الاختيار. حنا نبداو نقول لك قول لي في اوت في اوت وشنو في اوت؟ طاجين شهر اوت واش يقدر يصرى لك؟ هكذا ماكش مقتنع انت؟ ماكش مقتنع؟ حنا اولا راني خذ الانتاج راهو يطلب منك الاخ الياس ان تلعب شي فورمي مع صديقي باسكو راكو كات كات ما عندكش الحق تاخذ الكلمه تاعي. دير شي فورمي مع كريم ويهضر هو اللي عنده. راكو كات كات علاش تاخذ الكلمه؟ خليه يدي خليه يبداو. العب تفضل مع كريم مع الياس دير له شي فورمي صغير. ها خليه يدير شي فورمي. لا حول ولا قوه. روح انا في حجره وكذا ما نعرفهاش. العب معاه العب معاه. انا ما نعرفهاش تلعبسه. خليه يروح خليه يروح. عرفها انت؟ خليه هو يخير. ما نعرفهاش ما نعرفهاش ما نعرفهاش والله ما نعرفها يا اخو. تحب دير لي تاع المترا كبير ديرك تاع المترا. اه روح دير اصبر نعطيك الميزان. نعطيك نعطيك شحال؟ 24 زيد 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 كي نقول لك على الساعه روح ونشوف اللي جاي زيد شويه 24 سنتيمتر. انا عجبني قال لي ما نعرف زاد كبير هذا على بالك 25 كي زاد حيروا 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 23 منهم وهنا انا 18 دوك الكلمه راهي تبدا عند كريم. خيرونا دوكا واحد في طواجن شهر اوت اوت شهر اوت 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 قال لك واعر مسالك تاع الميت. حنا خلينا لكم ساهل افلام مصريه. حنا ندعو عاد الامام مصريه فوالا افلام مصريه. ومن بعد كي بقاو لك زوج خير واش حبيت. صحيح شهر اوت نبداو ست اسئله. يس الجواب الخاطئ الجواب الخاطئ يجي لينا يجي لينا جواب صحيح يقعد عندكم. سي بون صحيت وقال لك واعر قبل ما يبدا. اسكت زعما تقدر في شهر اوت تدخل للدار وما تلقاش تريسيتي والماء مقطوع؟ زعما تقدر؟ نقدر نقدر سي اون بون ريبونس. صفقوا زعما زعما في شهر اوت تقدر يعني تصرى لك انه تكون حاصل في سيركيلاسيون بلا براد. وي وي انا نقدر صرات لي ليا وتصرى لك انا مي سي اون بون ريبونس. هذا قالوا فيه ودن هذا زعما تقدر في شهر اوت تلقى روحك حاصل معروض اللي ترتع راس في ليله واحده. كوني انا امراه ويعرضوني بزاف الاعراس صرات لي بليزيوغ فوا. تصرى لك اعراس تصرى لك حسدنا هو اكبيان فرحان ما تحسدنا. زعما تقدر في شهر اوت تروح للبحر وما تلقاش لي باراسول محكومين بالزورات ولا بالاضراء. زعما تقدر؟ لا نقدروا يعني نقدروا لينا اعطونا نقطة انا انا الهضرة سفيان اعطونا الجواب مليحة ان نهربوا بها العين هذا. زعما ولا وشنو وقتاش اخر مرة جوستومون وقتاش ولا زعما بريسيزي وقتاش جا شهر رمضان هاي قراوها اخر مرة في اوت تقول له اقراوها تقول له تهضرش معاه امين انت هكاك فامبون هنا في عام 2017 علاش تقولوا يا اخو في بليك ما تقولوش فو فو على النقطة على مليح واحد اخرى ما تقولولهمش ليهم قولوا لنا غير لينا وقتاش ما حملهاش تبعني مليح وقتاش
راح يبدا الموسم الجديد 2024-2025 تاع لا بروميير ليغ في اوت اكيد بصح واش من تاريخ؟ لو 14 اوت اكسيلون بون ريبونس انا عمام تمر كي بيت كيما هذا شغل تاع ميسي هذا ماشي ساهل هذا ليكيب مايونيز غير عندك الحق يا سفيان عفسان لا بالمونتي وفينا الموجات حاجه واعره ليكيب مايونيز عندنا طاجين دوكا افلام مصريه ولا عندنا طاجين تاع استاذ التاريخ راح يشرحونا المصريه معنا نروحوا للمصريه داكو طاجين افلام صادق جاي لا لا نروحوا في المصريه هاي تفضل اتحركي شويه روحوا لهذا الامام اخترنا صداقات دوك نعطوكم طاجين افلام مصريه الفيلم المصري اللي مثل فيه المرحوم سيدي علي كويرات واسمه نعرفه وي 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 نعرفه يا استغفر الله بيجي 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 عجبني حاجه هنا خيرت الافلام المصريه نروحوا فيها كي طرحنا السؤال دار لا نعرفه دار هيك دار هيك سالكش واحد خليك حاصل وحدك نعرفه ما نعرفش صحيح خير من التاريخ ما نجيبوها اعطينا العنوان تاعو سفيان عودة الابن الضال بطولة اخراج يوسف شاهين مرحبا يوسف شاهين دوك يدخلوا طراز يبداو يدبليو لهم راح للدار اعطيني دوكا وشو الفيلم المصري اللي تحصل على اكبر ايرادات للسنوات الماضيه عندك كيرا والجن الفيل الازرق ولا روح يا شيخ كيرا والجن كيرا والجن قعدوا روح الشيخ دوك انا واش ناخذ هذا وعطونا دو بون ريبونس هيك باش ندير الشيخ لا لا هي كيرا والجن كيرا والجن سي لا بون ريبونس يا اعطوني اول سنة عرض اول عرض سينمائي كان لفيلم مصري كان في 1896 في 1926 في 1956 انا على بالي روحوا نو روحوا من 1926 لا لا صديقي جواب خاطئ 1896 بون كان من مرة شاركة مصر فكروني في مصر تبعني شحال من مرة شاركة مصر في جائزة الأوسكار كاتيجوري فيلم انترناسيونال كاين اقتراحات ما عندكش اقتراح ما كاش شحال من خطرة انترناسيونال عبزنا نو كثر شاركوا بزاف هما 24 باش تدخل لازم فريمون تكون عندك دي كونديسيون وهذوك لي كونديسيون ما لباوهمش وعمرهم ما دخلوا زيرو. في زيرو مشاركه ليسونسيال عندنا 12 7 في نهايه تاع التواجد تاعنا وجنقل يا جماعه بعد نهاية المرحلة هذه تاع التواجد تاعنا اللي عرفت دوك لحد الان التفوق هو فقط تاع ليكيب تاع هريسه 12 7 على حساب المايونيز لازم تعرفوا مليح باللي اللي يلحق رقم 13 راح تساعدوا كثير باش يولي لي بوان تاعو يكونوا دوبلي دوك نطلبوا من لي دو كونديدا تاعنا يجوا يتوجوا هنا امامنا باش ينط مرحله اخرى ولعبه اخرى ان صح التعب اعطوا التصفيق على لي كونديدا تاعنا يا جماعه لي كونديدا تراك ستار خويا كريم ماكش كونديدا ترى حاجه كبيره سبحان الله تحط روح كونديدا ما جاياش دينا الكرونو تاعنا استاد الفار تاعنا سبيساليتي دينا 30 ثانيه في 30 ثانيه كي تبداو انا انسحب من الصوره ماشي هيا عندكم الكره واجدين دي جي راه واجد شكرا لك ابداو الكرونو اذا كان ممكن ابعد هيا روح اونكور شنو هذا دخل شي دكاس روح صاحبي شنو هذا راكو تعمرو تو عصر من برا ماشي لازم ندخل ورقه هنا راه عندي سيدي تبقى تخرج لي بيدك خو فوالا ما تقدليش خلاص مش هاي البروبليم سي بون تري بيان تري بيان سي بون خلاص سي بون رغم نقول لك بكل صراحه راني شغل سامحنا شويه باسكو رديتو انا كحله كرفتي بيدك ومنا سامحنا معليش معليش هاي صح جنكل اخر ما تروح بعيد Yeah.
بالتسامح تاع الفار نقطه نعطوها على حساب بيان سور ليكيب مايونيز. روحوا للمرحله ما قبل الاخيره ولا الاخيره تاع الحصه تاعنا قبل ما نلعبوا على الكرون كادو اللي حاب يقول السياره الفخمه. نبداو دوكا المرحله اللي اسمها ايا تحاسبوا. كانت سمحت لكم الامس باش تدوا دوك بون بوان. هذه المره لافونتاج راهو عند ليكيب هريسه دونك لازم هنا كيف كيف. نعطيكم انا اسئله الجواب راح يكون عن طريق السرعه. الاولي بوزي بصح هنا السرعه لازم تكون في محلها، ما لازمش تبوزيو وما عندكمش الجواب خاطر النقطه زي تروح منا والخطر. لا ميم شوز تاع لو بوان يروح منا ولا نعم لا ميم شوز بارك الله. لا ميم شوز سوف كو هما الى في حقو 13 واللي بالدوبل وبالتراب ممكن يخدموا عليكم واحد واحد داكور. كم الاجوبه اذا سامحتم يبداوا بحرف اللام. نبدا واول سؤال يقول اعطوني من فضلكم مدينه اوروبيه. ليل لندن. ليل ليل لندن. راح اتمنى ليل باسكو تخدم هاي عاودوه. نحي يدك خو ربع يدك سي انتردي خو سي انتردي كريم اربع 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 لا بالفار باينه باينه. اعطوني دائما الاجوبه تبدا بحرف اللام. كيفاش يقولوا كيفاش يقولوا الواحد كيفاش يقولوا الواحد بالعربيه الفصحى واحد سراق. لس 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 يلا 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 ملاحه ولا بطلنا ملاحه. لا ربع يدك خو ربع يدك ربع يدك جبدي روحك واسمك اخت جبدي انا حبيبي بلاصه انا جبدي كيما احنا كيما احنا. اعطوني الجواب راح يكون دائما بحرف اللام. سائل ممكن تسحروا به. ليمون ليمون عندنا ليمون تسحر بالليمون تاعك وين شربت ليمون زيد الماء زيد الماء شربات ما نحبش بالليمون زيد الماء شربات لا ريجيم ريجيم نشرب بالليمون هذاك خاصك ندير كومونتير دقيقه ندير كومونتير روحكم بالعكس كان عصير ليمون دقيقه سي تان جو سي طالون خويا عصير ليمون ليكيب صح خليني نجيب لكم خاطر بارك الله ليمون دقيقه سفيان كي تقول قال ليمون الليمون فاكهه وليس عصير نقطه الى السطر انسحر بالليمون لبن انا انسحر بالليمون في هذه في هذه فودي كي لا ريزون اعطونا البوان روح منها صح اعطونا البوان روح منها سؤال واش قال سؤال واش قال سؤال واش هو سفيان دقيقه سائل قال لك بات السحر نقدروا نسحروا به سائل انا سائل حبيت نسقسيك انا شربان ما يكتب لا كيستيون يقصد البن لا لا نروحوا لحاجه اخرى ما كاينش ليمون ماشي سائل لا بصح ليمون تشدو تاع صالو تاع علاش فازي 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 هاي جينيرالمون في اغلبيه الاحيان كي تكون ما تكونش انت جينيرالمون متوافق مع واحد واش تقول له؟ انا جبت فاهمين الله يهديك ليس 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 انا جبت فاهمين تبدا باللام الله يهديك غلط غلطوا الله يهديك خاصك الله يهديك صح غلطوا اعطيني بوان روح بعد اخر منها لا بس وقال لا مش فاهمين مش لام اعطيني بوان اخر عليه ثلاثة مش فاهمين ثلاثة ثلاثة هم لو بدوا بالدور هيا دوكا تبع خويا وشنو هو جاي وشنو هو كي من المستحسن من المستحسن لا 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 لا, لا خير من المستحسن اللي راهو جاي نعطي نصيحه انايا اخويه السرعه ماشي راح تفريها اكثر من هذه ما نزيدش داكور اجابه تكون بحرف اللام باش نوجهوا الحصان لجام لجام سي اون بون ريبونس ما كنت نسال سي اون بون ريبونس كيف كيف السرعة مش هي اللي تفريها إجابة بحرف اللام ليس من الأنبياء لينا لينا ابعثها لي اعطوني هديه مجانيه رائعه تروح مباشره لليكيب تاع المايونيز موت عليك صاحبي جيكو لك خلفت لك خلفت لك خلفت لك واحده بصح واحده خليه يكمل زيدوا انا نجيبوا الكنزه اجاباتكم بحرف اللام حاجه راهي متواجده في البلاطو تاعنا لومبا الياس
امين الياس هنا الياس انا وحاضر معنا اليوم رقم 2 تواجه في البلاطو نفتح قهوه الياس هنا نفتح قهوه ولكن الياس ليس حاجه الياس انسان شخص نروح يلا يلا ما تبديش كلش هيا خلاص ما يعطيكش كلش هيا خلاص انا ندي تفضل نديها بلا مزيتك صافا شوف اعطونا دوكا نجيبوها اعطونا دوكا ركز ركز بعد دراهم يا اخي لا 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 عاصمة أعطونا أعطونا أخويا أعطونا عاصمة أعطونا نعطيك عاصمة ليون السؤال تاعي ما كملتش السؤال عاصمة أمريكا الجنوبية أعطيني نقطتين تروح للمغرب عطالك معليش معليش ما نجيبهاش أمريكا أنا ما نجيبهاش ما نعرفش أمريكا الجنوبية خلاص نفوصي بنلقاها تفضل سؤال موالي تبدأ دائما بحرف اللام حاجة متواجدة في جسم الإنسان زين قلب قلب لسان صح الله هذيك هي ما فيهاش عظام لي يا لسان أنا لسان بعد بعد سؤال لا عنده علاقة شوية بالجغرافيا يبدأ بحرف اللام الإجابة تاعه أين يتواجد نهر الكلب؟ قول قول ليها قول ليزابيديتو نعم خوتي راي المشرق لتحتها كامل نهر ليبيا ليبيا مثلا ليبيا توجد في لبنان لبنان اه كاش الكلب عاونوا يا اخو إجابة كامل تكون بحرف اللام من فضلكم أعطوني علم يختص بدراسة اللغات وأصلها. لم أنت. باللامة. باللام. آه باللامة. ما تقدرش تكون بالسين. مختص في. باللي آه آه. أو جاي كادو جاي بشال دو بوم جاي. أفضل. جو 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 دام نحو دام نحو دام نحو دو بوم. هلا سفيان دايرين الواجب. دايرين. دايرين الواجب. بارك الله يبارك فيك. عباس بوريان هاي. هذه فيها الحركة فيها الحركة والحركة هذه شاري حابة تسوالح هذوما كريم. نعم خويا حابة تسوالح حابة تلقى معاهم ولا صح تبعني مليح الإجابة تكون بحرف اللام هو ما يتكون من جماعة من الناس يجتمعون لتحقيق هدف سويا يعني مثلا واش يقولوا لها باللام لما 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 ربحنا لما عندنا لا ريبونس هذه تبدي نيميرو 2 نيميرو 2 نيميرو 2 نيميرو 2 لما لما مقبولة هي عندها لما لجنة لما لجنة لا تمشي لا ما انا يا اخو اعطوني من فضلكم دوكا دائما بالإجابة بحرف اللام واحدة من مدن بالولايات المتحدة الأمريكية لوس أنجلوس لوس أنجلوس سي اون اكسيلونت ريبونس لوس أنجلوس يا جماعة نعم هذه المرة نروحوا دوكا بالحرف اللام نغوصوا العوم نغوصوا مليحة أمين كونسنتري معايا بحرف اللام العوم حياة يستخرج من البحر ويباع بأغلى ثمن القرنين لا 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 اللؤلؤ اللؤلؤ سي دي بون ريبونس يا جماعة انا ما بقول اجاوب ياس من فضلك اللي قاعده معاك قولها قال لك واحد ما تزيدش تجي لا قال لك ما تزيدش تجي فوق انا كي بوت مون مونتو لك على الخير ولا قال لك ما تزيدش تجي خلي خلي تاع اوتي لي في اوتي عاوني حركي روحك حركي جبت لنا تاع المطار راكو ايكاليتي لي جيب دوكا لا بون ريبونس باينه سهله ومهله فاصيل وماصيل كما قال مصطفى بلا حدود اعطونا دوكا بالحرف اللام اسم طفله ليلى 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 لميا 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 اليوم امين عبد اللي والياس اللي يدعموا يفوزوا معنا ويستقبلوا مباشره باش يلعبوا على الطوموبيل فوز تاع الفريق المايونيز اليوم الثاني على التوالي يسمح للاخت ريم انا وتشارك معنا وتلعب معنا الله اليوم في اطار اللعبه الخاصه بي بعد ما تحصل تاع الكادو تاعك انا رتيك ديك طوموبيل الشباب بزاف مهدي مطرب شركه برونز وصديقي
مول فيستا الكحله الرائعه اللي كان عنده دور كبير وكان لقاء شيق. خلاص والله ما لحقتش 25 23. انا ربحنا ربحنا ماشي هكا استاليها لو استاليها لي كيسيون لي فريمون فريمون جبناهم راحت في لاميا 25 23. لاميا كيسيون دو رابسي الياس ربح من فضلك مازال ماهوش عاجبو الحال من فضلك لا دوك صافي انا صح الاعلام كان ربح انا بالربح الاعلام خاص صح تبع خوك ماتش سيري سيمباتيك 25 23 شباب عاودوا تقولوا لنا ان شاء الله وعلاش لا عاودوا لنا غدوه غير مرحبا بكم حنا واش نقولوا دوكا لو باك راك زدت ديه كومبلي جوج تاع رمضان مهدي من طرف شركه سيفيتال لعبوا دوكا السياره نعطيك 10 اسئله نطرحهم عليك انت الاجوبه خليهم عندك وتعطيهم اليوم بعدا بالترتيب يكونوا ان شاء الله اصحاح صح اوكي ماشي حاضر عطونا المزيكا مع من جيتي اليوم الى ديسمبر فيه 31 يوم جونفي شحال فيه اول يوم تاع رمضان جوستومون وين فطرتي اسم اول رجل فضاء بين قوسين روسي المقروط أصله تركي صحيح ولا خطأ؟ نهر النيل يجوز على شحال من بلاد اثنين في عشرة تاريخ استقلال الجزائر الحبيبة رياض محرز راح من السيتي للهلال بمبلغ هاو طونوبيل تاع مباكاي جايك هادو شنو حسبتو اي والله في 82 ربحنا المانيا الغربية ولا المانيا الشرقية عطونا الأجوبة. شفتي على الأول ديجا؟ بون جيت مع أختي. وحدة. فطرت في دارنا. فطرت في دارنا. إيه وين فطرتي؟ فطرت في دارنا. علاه؟ فطرت في دارنا. فطرت في دارنا والسؤال الثالث. وشنو هي؟ السؤال الثاني هو. شنو هو؟ جواب نوفمبر ديسمبر فيه 31 وجونبي شحال فيه؟ 31. معليش معليش ميكرونك معليش صافا لاباس يعطيك الصحة ميرسي بوكو مبروك عليك كوكورين فوا نتلاقاو بكم على غدا إن شاء الله مع ليكيب تاعنا مع الملاعب مع النصرية مع إلياس ومع أمين هيا بعد